أهلا بكم. تتسم العلاقة الحالية بين فرنسا والعراق بزخم كبير، وهو ما يتجلى في الزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين الفرنسيين إلى العراق، خاصة الرئيس ماكرون والذي زار العراق مرتين خلال أقل من عام لتأكيد دعم فرنسا للحكومة في العراق في حربها ضد ما يسمى الإرهاب، وتجديد تعهده أي ماكرون بإبقاء القوات الفرنسية في العراق وإبرام حكومة الكاظمي عقداً بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال النفطية لإقامة عدة مشاريع عملاقة للطاقة في جنوبي العراق. أهداف الدور الفرنسي المتنامي في العراق ومستقبله هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما طبيعة وشكل الدور الحالي الذي تتطلع إليه فرنسا في العراق المأزوم اقتصادياً ومالياً؟ وهل تقوى فرنسا على ملء الفراغ العسكري الذي قد يخلفه الانسحاب الأمريكي المحتمل من العراق؟ ولماذا تنظر إيران بريبة كبيرة لأي شراكات اقتصادية خارج إطار هيمنتها الكاملة على العراق، ومنها طبعاً الحضور الاقتصادي الفرنسي؟ وكيف ستتعامل فرنسا مع العراقيل التي قد تضعها إيران أمام أي انفتاح اقتصادي عراقي على الدول الغربية مثل فرنسا؟ وما الثمن المتوقع أن تقبضه إيران نظير سماحها لحراك اقتصادي غربي في العراق، خاصة فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي والعقوبات الغربية المفروضة عليها؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي ثامر العلواني توفيق شيشي. استعذبت المنظومة الحاكمة في العراق وجود مظلة احتلال تحميها من الشعب الذي وصل حد لا تعايش مع هذه المنظومة. ومع بوادر الانسحاب الأمريكي من العراق وخلو الساحة على مستوى النفوذ الغربي، بدأت الأحزاب والكتل في العراق تبحث عن وكيل احتلال جديد أشبه بعملية المناقصة، فكان الطرف الفرنسي هو الأنسب والأقرب لها من ناحية تحقيق توازن المصالح مع إيران. زيارة ماكرون للعراق كانت بمثابة إعلان ترويجي للوجه الفرنسي الجديد في العراق، وتماشياً مع ذلك برزت شركة توتال الفرنسية كأكبر شركة تتولى مشاريع نفطية مستقبلية في العراق. وكذلك من الناحية العسكرية، يبدو أن باريس متجهة لزيادة مهامها العسكرية وزيادة عدد جنودها لتأخذ دوراً منفصلاً عن دور التحالف في العراق. تتذرع باريس بخشيتها من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق في حال الانسحاب الأمريكي، واضعة نفسها شرطياً جديداً لمحاربة ما تسميه الإرهاب في المنطقة. ولا يخفى على أحد الإعجاب الفرنسي بدور ميليشيا حزب الله في لبنان ودعمها للحكومات التي تعمل تحت رعايته في قصر بعبدة، وذلك سبب كاف يجعل نفوذها في العراق مرحبا به من قبل زعماء ميليشيات الحشد أيضا، اقتداء بالموقف الإيراني من فرنسا. فعلى مستوى السنوات الماضية أخذت باريس دور الوسيط الأقرب إلى طهران أثناء صراعها مع الغرب وأمريكا على وجه الخصوص، إضافة إلى أن المصالح الفرنسية الاقتصادية في إيران قوية ومتجذرة، بل إن نشأة نظام الخميني كانت تحت المظلة الفرنسية، وأرشيف إيران يحتفظ بعودة الخميني من باريس ليتسلم حكم البلاد. النفوذ الفرنسي في العراق رغبة إيرانية قبل كل شيء، وداعم إضافي لمشروعها الإقليمي التوسعي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في طبيعة ومستقبل الدور الفرنسي المتنامي في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من عمان عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا سيكون معنا من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الجزائري توفيق شيشي المتخصص في الشؤون الأوروبية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. ونبدأ مع ضيفنا من باريس توفيق شيشي. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية للسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. هناك اندفاع فرنسية في العراق، ماكرون زار العراق مرتين أقل من عام، عنوان هذه الاندفاع هو طبعا
عنوان اقتصادي أو استثماري، شركة توتال النفطية وقعت عقد مع الحكومة في العراق ب 27 مليار دولار. هذه الاندفاعة ذات بعد اقتصادي فقط أم أن فرنسا تبحث عن دور سياسي ما في العراق؟ فقط أصحح المبلغ الذي تداولته بعض الصحف. هنا الصحف الفرنسية تداولت مبلغ 10 ملايير دولار فقط، والسيد باتريك فوياني ناطق او المدير شركة توتال الفرنسية كذلك صرح بهذا المبلغ. كيف وصل المبلغ الى 27 مليار؟ فهي طبعا تدخل في اطار الخدمات والاستثمارات وما يخص البنية التحتية. هذا فيما يخص المبلغ. هل ما هو الدافع الذي جعل فرنسا يعني او محفز فرنسا للتوجه الى هذه الاستثمارات؟ طبعا معروفة فرنسا أينما وجد البترول أينما وجدت الطاقة فتحاول أن تجد مكانا لها أو قدما لها، وحاولت إيجاد يعني تجارة مع إيران ومحاولة إنقاذ الاتفاق النووي من خلال قنوات اقتصادية أخرى لكنها فشلت. الآن تحاول إيجاد قدما لها من خلال الوجهة الاقتصادية أو من خلال القنوات الاقتصادية، وهذا من خلال استثمار شركة توتال. للعلم شركة توتال متواجدة في حوالي 2020 إن لم تخني الذاكرة، وبالتالي هي يعني عودة إلى الاستثمار من جديد بعدما انتهى تهديد داعش وبعض يعني بعض نوع من الاستقرار في المنطقة. وبالتالي فرنسا تريد من خلال طبعا بعد الزيارة التي التوقيع لم يأتي هذا حتى تتضح الرؤية للمشاهد الكريم، هناك زيارات سابقة لجون إيف ليدريون وزير الخارجية الفرنسي ووزير أوروبا، هناك زيارة سابقة لفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية والتسليح، ثم الزيارات الأخيرة للسيد إيمانويل ماكرون في نهاية شهر 2020. إذن كل هذه التراكمات أتت بنتيجة. لماذا؟ لأن هناك دراسة أمنية قامت بها السيدة فرولونس بارلي وزيرة التسليح والجيوش، ثم وزير الخارجية جون إيف ليدريون المسؤول عن المعلومة الأمنية، وكل هذه المعلومات من قبل فرولونس بارلي والسيد جون إيف ليدريون أعطيت إلى السيد إيمانويل ماكرون، وبالتالي السيد إيمانويل ماكرون اندفع كما ذكرتم اندفاعا اقتصاديا من أجل الاستثمار في العراق فيما يخص محاولة إنتاج الغاز أو من خلال تزويد الأنابيب أو آبار البترول من خلال ماء البحر، وهذه عملية تقنية كبيرة نعرف أن شركة توتال مخصصة لها مختصة في هذا الشأن. زد على ذلك فيما يخص الطاقة المتجددة، وتعتبر يعني فرنسا رائدة في هذا المجال، والهدف طبعا هو الظاهر هو تقول بأن السيد ماكرون، نعرف أن السياسة الفرنسية هي سياسة تقريبا استعمارية، يعني ما ليس لديها عقلية رابح يعني في العراق. سوف أكيد عندما تجد لها أرض أو قدما في العراق في الجانب الاقتصادي سوف تتحول أو تبحث عن قدم أخرى، سواء قدم في الجانب السياسي نعم. والتأثير على السياسة العامة للحكومة الكاظمي. نعم أشكرك. ويبدو أيضا الحقيقة الحكومة والعملية السياسية تبحث إلى مزيد من الدعم فرنسي أو غير فرنسي. دكتور رافع، هذه الاندفاع الفرنسية، يتحدث ضيفنا من باريس أنه فرنسا توجد حيث يوجد المصالح والبترول، وطبعا هذا من حقها طبعا، لكن ما الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لبلد مثل العراق فيه انهيار شبه كامل، مأزوم اقتصاديا وماليا؟ هل ثمت في السلة الفرنسية ما يمكن انتشال العراق، تدارك ما يمكن تداركه، تقدم شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام. الحقيقة ربما يعني عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية كتب مؤخرا في مجلة فورين بوليسي، قال إنه فرنسا ما زال يسكنها ويسكن عقلها
البعد الاستعماري القديم عندما كانت تسيطر على مناطق كثيرة في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. عادت هذه الأحلام ما زالت تراودها. وتحدث أنه فرنسا شاركت مع أمريكا في عدواناتها كثيرة، ومع أوروبا وبريطانيا في كثير من العدوانات التي حصلت في أجزاء كثيرة من العالم، إلا في العراق يعني لم تشارك فرنسا في احتلال العراق الحقيقة. لكن أنت تسألني هل يعني ماذا تأمل من بلد مثل العراق منهار بهذه الطريقة؟ الحقيقة أن كل بلدان العالم تعرف أن في العراق اليوم لا دولة، وأن العراق ساحة لصراعات اقتصادية وسياسية واستخباراتية وكثير من الصراعات على أرض تجري، والعراق بلد ضعيف الآن ومنهك، والكل يتغول به ويحاول أن يسخر العراق كورقة لتحقيق مصالحه، لتحقيق سياساته الخاصة. وهذا يعني ينطبق على إيران وينطبق على أمريكا وينطبق على دول كثيرة. الآن فرنسا تدلو بدلوها، فرنسا جاءت الآن باتجاه لبنان الذي كانت تستعمره سابقا، وباتجاه العراق مرة أخرى. والمعلومات ما دمنا قد أتينا على ذكر توتال لديها 22.5% من حقل الحلفاية نعم في الجنوب، حقل النفط كبير، ولديها 18% من استثمارات التنقيب على النفط في كردستان، ولديها مشاريع كثيرة الفرنسية. لكن فرنسا الحقيقة تجد في العراق فرصة لأكثر من غرض، لديها أكثر من غرض، ربما ثلاثة نقاط أساسية تبحث عنها فرنسا. النقطة الأولى هو استعمار اقتصادي لمصالحها الخاصة. منطقة الشرق الأوسط تعج بالكثير من الموارد، والعراق فيه هذه الموارد التي تحدثنا عنها، وتوتال تبحث وشركة مهمة في فرنسا، يعني الاستثمارات الفرنسية تحاول أن تستفيد من العراق، وفي نفس الوقت تستفيد من لبنان شواطئ لبنان في قبرص والغاز، البحث عن الغاز، شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وهذا طبعا يقودنا إلى السبب الثاني اللي هو تركيا. فرنسا لديها موقف سلبي، فرنسا ماكرون لديها موقف سلبي من تركيا، وواحدة من الدول الأساسية التي تقف ضد دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها موقف من استثمارات وتحركات تركيا الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط، وبحثها تنقيبها عن النفط وعن الغاز في البحر الأبيض المتوسط. لذلك هناك علاقات تحاول فرنسا إعادتها مع ليبيا ومع شمال أفريقيا. وعلى ذكر يعني ليبيا، فرنسا هذه الاستعمارية، هذه النظرة الاستعمارية في زمن ساركوزي عندما تم الانقلاب على القذافي، كانت تقول فرنسا أنه لأنه دكتاتور، هذا دكتاتور وكذا ويجب على الشعب. بعد فترة فرنسا ماكرون تدعم دكتاتور آخر اللي هو حفتر، دكتاتور معروف وتدعمه. يعني فرنسا ترفض دكتاتور وتدعم دكتاتور، هذه السياسات البرغماتية. لكن دكتور خليني بس استذكر عنك سوية، الحقيقة العلاقات الفرنسية العراقية علاقات تاريخية، وكان هناك تعاون متعدد الأوجه سياسي وعسكري واقتصادي واستثماري بين العراق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وفرنسا. إذن الوجود الفرنسي ليس جديدا أو طارئا في العراق، له جذور، والحقيقة جذور محمودة في العراق. نعم، السياسات الفرنسية ليست واحدة من زمن ديغول لحد الآن. نعم، يعني ليست واحدة، مرت بحقب كثيرة وتغيرت شكل السياسة الفرنسية كثيرا. السياسة الفرنسية في زمن ديغول وديستان وغيره وكثيرين، ميتران يعني شيراك تغيرت عن ساركوزي، وتغيرت عن ماكرون الحقيقة، رغم ادعائهم بالانتماء إلى هذه الفترة وإلى فرنسا الحرة. فرنسا تغيرت كثيرا، فرنسا وأوروبا تغيروا كثيرا يعني الحقيقة. ربما هذا يقودني إلى الحديث عن السبب الثالث، وهو سبب الهجرة. نعم، لذلك أوروبا اليوم يعني مقرر السياسة الأوروبية يتحدث عن الهجرة، ويريد أن قوة تشكيل من أوروبا من 50,000
مقاتل إذا ما انسحبت أمريكا من العراق وفي شمال، هذه جزء من عدها الآن. فرنسا تقود هذا، رأس الرمح فيه فرنسا. فرنسا عفوا تتخوف من الهجرة، من الهجرة من المناطق العربية والإسلامية. نعم. وهناك كانت في هذه الفترة يعني فترة عصيبة ضد المسلمين في فرنسا، وأحاديث كثيرة، وماكرون دخل طرف بها، فهناك ضغط كبير، وتركيا رأس الرمح في هذا الموضوع. نعم. تركيا هي التي تعتقد فرنسا أنها ممكن أن تطلق المهاجرين باتجاه أوروبا، باتجاه السواحل الجنوبية لأوروبا، فبالتالي يجب منع تركيا من هذا الموضوع. لذلك التدخل الآن، إضافة إلى أنه فرنسا لديها علاقات تاريخية قديمة مع النظام في إيران. سنتحدث عن هذه الجزئية فيما يتعلق في هذه الانتفاعة الفرنسية للعراق الجديدة. الدكتور ثامر في عمان، يعني هناك من يعتقد أنه هذه الانتفاعة الفرنسية في العراق الحقيقة هي نوع من المزاحمة للنفوذ الأمريكي والإيراني، وهناك من يقول أنه تبادل أدوار مع الأمريكيين، وهناك من يعتقد أنه لا هذه ولا تلك، فرنسا قد ناصت فرص كما ذكر ضيفنا من باريس، أينما توجد المصالح تتواجد فرنسا، يتواجد البترول وما إلى ذلك. هي الآن تلتقط، تستثمر لحظة انكفاء أمريكي، وقد يكون هناك انسحاب أمريكي عسكري من العراق، لذلك فرنسا الآن جاهزة متوثبة للقفز وملء هذا الفراغ. أيهما أدق؟ دكتور ثامر، ماذا يسمعني؟ طيب، لا بأس. نتوجه إلى باريس، إلى ضيفنا في باريس أستاذ توفيق شيشي. الحقيقة السفير الفرنسي في العراق برونو أوبرت، إذا كان الاسم منطقة صحيح، قال إن النهج الجديد للعراق مثال يحتذى به من قبل دول المنطقة، وأشاد بدور الحكومة العراقية في إبراز هذا النهج الجديد في تدعيم الأمن والاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة. هل السفير في بغداد ألا يشاهد، ألا يعلم أن أكثر من 1200 من متظاهرين سلميين قتلتهم القوات الحكومية والميليشيات في العراق؟ الكل يتحدث، حتى شركاء العملية السياسية يتحدثون عن انهيار بالكامل على كل المستويات. هذا الكلام يعني موجه لمن؟ أن النظام في العراق نظام يحتذى، مثال يحتذى به. وفي الحقيقة هي يحاول التسويق، السفير الفرنسي في بغداد يحاول التسويق لما هو عكس عليه الواقع، يعني لا ننسى بأن الواقع عكس ذلك، هناك عدم استقرار سياسي، هناك يعني كوارث اقتصادية كبيرة، الأزمة في الوقود، أزمة الكهرباء، ما منا لا يعرف أن الكهرباء ووسائل التقليدية بربط يعني الكهرباء في البيوت والمصانع، يعني شبكة الطرقات مهترئة، شبكة الكهرباء شبكة يعني مهترئة. نعم. الكل يلجأ إلى استعمال محركات الديزل، يعني يحاول إعطاء صورة إيجابية من أجل جلب المستثمر الفرنسي، وكان مصادر على المطلوب، يوحي بأن الأمور هي كما يرام، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك. بلد غني مثل العراق، غني بالبترول، يحتل المرتبة الثالثة، ولكن نشهد سوء التسيير، نشهد بأن هناك مشاكل داخلية كبيرة، يعني عدة حكومات، عدة وزراء تمت الاستقالة وإما الإقالة. إذن هل الظرف الذي الظروف الاقتصادية والسياسية ملائمة للاستثمار، أم أن فرنسا تسرعت نوعا ما؟ لماذا؟ لأن الملحق العسكري، لأن في السفارة هناك ملحق عسكري ويقدم تقارير أمنية عن الوضعية الأمنية في العراق، وهناك ملحق اقتصادي يقدم كذلك. ولا ننسى بأن الشركة توتال هذه
هي عبارة عن تقريبا دولة داخل الدولة، شركة توتال متواجدة في كل أقطاب العالم، ولكن ما حاول من خلال الكلام الذي يوحي ما يحاول الترويج له السفير الفرنسي في بغداد هو يعني مغالطة أو محاولة تحفيز إلى السلطات والمؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال الاستثمار المباشر مثل ما فعلته شركة توتال في هذا العقد، وهو استثمار مباشر من خلال تحديث البنية التحتية وإنتاج أكبر عدد من البترول والغاز، وكذلك محاولة للتخلص من الهيمنة العراق، عفوا الهيمنة الإيرانية على العراق، لأن تم ثلث البترول، عفوا ثلث الغاز يأتي من الجارة إيران، وبالتالي هناك يعني رغبة من خلال هذا الاستثمار الذي قد ينجح ولا قد ينجح. لماذا؟ لأنه متوقف على أولا العامل السياسي، إذا كان هناك استقرار، لأن العمل في هذه، يبدو أن السفير العراقي قد تناسى، عفوا السفير الفرنسي في العراق قد تناسى عامل الاستقرار، استقرار الحكومات، قد نشهد يعني هناك تغيير حكومي، وبالتالي لا نجد وزير الطاقة الذي أمضى العقد مع اليوم مع نظيره الفرنسي السيد باتريك بوياني. إذن هناك العامل الاقتصادي، صحيح هناك يعني كما نقول نوع من الاستقرار النسبي في العراق، ولكن هناك عدة ملفات لا تزال يعني قد تقلب الموازين، وقد يلغى هذا، إن لم نقل يلغى هذا العقد، قد يؤجل، هناك عدة عوامل. نعم. لا ننسى بأنه قد تؤثر، ممكن الجارة الإيرانية قد تؤثر على هذا المشروع، لأنه يعتبر بالنسبة لها صداع رأس، ويعني يكثر من مخاوف الجارة إيران. سنتحدث عن الموقف الإيراني وإمكانية تأثيره على هذه المصالح الفرنسية الجديدة في العراق، تأثير سلبي أو محاولة مقايضتها بمواقف لخدمة المصالح الإيرانية. طبعا سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة هذه الليلة من طاولة حوار عن أهداف وشكل وطبيعة النفوذ أو الدور الفرنسي الجديد في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أهداف وطبيعة الدور الفرنسي الجديد في العراق. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني والصحفي الجزائري توفيق شيشي. نتوجه إلى عمان ضيفنا دكتور ثامر الذي لم يكن يسمعنا ربما قبل الفاصل. دكتور ثامر، السؤال نفسه أسألك، إذا كنت سمعت فتفضل بالإجابة، إذا لم تسمعه حتى أعيد عليك. لا سمعت، جزاكم الله خير. فضل. أولا تحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا دكتور. بداية لابد أن نضع النقاط على الحروف. فرنسا في العراق تتطلع إلى أن تكون بديلا عن الاحتلال الأمريكي، وتحاول ملء الفراغ الذي يمكن أن تتركه أمريكا في العراق، لأن الإشارات كلها ترجح احتمالية انسحاب وتراجع أمريكي من العراق، وإن كان بشكل نسبي، بمعنى أن فرنسا تريد أن تحتل العراق بعد أمريكا، ولكن بطريقة ناعمة وباتفاق مع إيران، وليس الأمر كله جانب اقتصادي فقط. ولذلك تستميل إيران والأحزاب الموالية لها في العراق، ولذلك تغاضى ماكرون عن ذكر جرائم الميليشيات
التي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية في المؤتمر الذي عقد في بغداد أول وصوله إلى العاصمة بغداد. وهذا يشير إلى وجود اتفاق إيراني فرنسي على حساب العراق من أجل تعاون وتنسيق خطير بين فرنسا وإيران، سيؤدي بالنتيجة إلى استمرار احتلال العراق ومعاناة العراقيين. فرنسا تحاول في هذه المرحلة أن تغطي فشلها في لبنان بأن تستبدل هذا الفشل بالتوسع في العراق، وتكون صاحبة نفوذ سياسي اقتصادي وثقافي وحتى عسكري في العراق. وفي هذا السياق يمكن أن نفهم تصريح ماكرون بأن فرنسا ستبقي قواتها في العراق ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، سواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لم تقرر ذلك. إذن فرنسا تطمح لأن تكون بديلاً للاحتلال الأمريكي في العراق، وإيران أيضاً تطمح من خلال هذه الصفقة مع فرنسا وتوسيع نفوذها في العراق. طبعاً العراق بالنتيجة هو الخاسر الأكبر في هذه الصفقة، لأن إيران تريد من فرنسا أن تعمل على تشكيل حكومة لبنانية، وقد حصل لها يوم أمس ذلك. هذه حكومة تكون أداة بيد حزب الله، وهذا ما حصل تماماً يوم أمس. والاحتمال المتوقع أيضا هو أن تمارس فرنسا الضغط على دول الخليج لأجل تمويل الحكومة الجديدة في لبنان. وأيضا فرنسا تعمل على رفع العقوبات عن نظام بشار الأسد، وتبقى إيران وميليشياتها مسيطرة على الأراضي السورية ونفوذ آخر لإيران في المنطقة. وهذا يعني أن فرنسا انهزمت في لبنان أمام النفوذ الإيراني، ولذلك تحاول باتفاق مع إيران أن تعوض هذه الخسارة بأن تكون البديل لأمريكا ودورها بالمنطقة باتفاق إيراني فرنسي، طبعا بموافقة أمريكية حصرة. يضاف إلى ذلك أن سبب مهم آخر لوجود التواجد الفرنسي والنفوذ الذي خلينا قاطعك دكتور، اسمح لي، إذا كانت يعني فرنسا لم تقوى على مجابهة النفوذ الإيراني في لبنان، فكيف ستقوى على مجابهة هذا النفوذ الإيراني المتغول في العراق الذي هو 100 مرة من لبنان؟ ولذلك قلت هو اتفاق بالمقابل إيران تريد شيء وستعطي شيء، وهو ليس لذلك هي لن تقوى على مواجهة إيران أو ميليشياتها، ولذلك هي سوف تستخدم الحكومة والميليشيات في ترسيخ وجودها في العراق، وأيضا هي ستدعم هذان الطرفان، فإذا هي مصالح متبادلة وليس نزاع. ولكن بالنتيجة أنا متأكد أن فرنسا ستختار وستكون الرابح الأكبر هو إيران من هذه الصفقة، لأن إيران تعطي هذا ظاهرا مبدئيا، ولكن بالنتيجة ستنقلب مثل ما فعلت مع أمريكا. أيضا هناك سبب آخر لتواجد إيران فرنسا في العراق، حتى ماكرون ماكرون حقيقة غاز كثيرا الميليشيات وحكومتها، تحدث عن دعم السيادة، تحدث عن دعم الورقة الإصلاحية، دغدغ أيضا عواطف الميليشيات بالحديث عن تدخل تركي في شمال العراق وما إلى ذلك. ولذلك قلت هو اتفاق سيحاول ماكرون أن يكسب ود الإيرانيين والميليشيات والحكومة، ولذلك سوف تدعم وهي داعمة فرنسا بكل قوة الحكومة والعملية السياسية في العراق. فرنسا تريد أيضا أن كما ذكر الدكتور رافع قبل قليل، العراق قريب من تركيا، وفرنسا تبحث عن أوراق ضاغطة على تركيا من أجل أن تكسب الصراع الجاري بينها وبين تركيا، سواء في البحر الأبيض المتوسط وبعض الدول الأفريقية. ولذلك كانت زيارة ماكرون إلى الموصل رسالة واضحة إلى الجانب التركي بأن فرنسا ستنافسكم على النفوذ في هذه المنطقة، وستكون عامل مهدد لاستقرار تركيا عن طريق دعم البككة. الملف الآخر أيضا ذكره الصحفي من فرنسا، وهو إبرام عقد المشاريع العملاقة النفطية. هذه طبعا حتى يكون واضح هو ليس خطأ من الحكومة الحالية في العراق، وإنما هي 27 مليار دولار هي ليست ملحقات وإنما هي قضية فساد. فالعقد أبرم ب10 مليار دولار، والحكومة صرحت بأنه 27 مليار دولار تم العقد، فهذا يعني أن 17 مليار ستذهب في جيوب الفاسدين وليس هو من أجل مشاريع أخرى أو أمور أخرى. فإذا هي مرحلة، هي فساد في هذه الصفقة
تبلغ حجمها 17 مليار دولار، في حين أن العراق لا يملك ماء، لا يملك كهرباء، لا يملك ماء صالح الشرب، لا يملك كهرباء، في ظل العراق مستوى بطالة عالي جدا. فهذا يعني أن الحكومة مستمرة في فسادها في العراق وسرقة أموال الشعب العراقي. دكتور رافع، الحديث أيضا طبعا ناقشنا في الحلقة السابقة أن الأوروبيون بصدد تشكيل قوة من 50,000 جندي تحل في العراق، الفرنسيون أيضا طبعا مساهمون بشكل كبير في هذه القوة، خاصة أنه مرتبطة بالساحل الأفريقي، ومؤشرات ربما على انسحاب عسكري أمريكي من العراق على غرار ما جرى في أفغانستان. فرنسا الآن متطلعة ومتوثبة ومندفعة، تستطيع فرنسا أن تملأ هذا الفراغ العسكري في بلد مثل العراق 200,000 جندي مع تحالف دولي الحقيقة يعني ضاعوا في رماله المتحركة؟ الحقيقة أم هي لا تفكر بالجانب العسكري على الطريقة الأمريكية؟ أستاذ ماجد، يعني دعني فقط أوضح قضية ربما جاءت في سياق الحديث. نعم. قضية أوروبا وقضية المهاجرين وقضية القوة 50,000 وفرنسا هي التي تقود الآن هذه العملية. نعم. الحقيقة عندما سئلت فرنسا لماذا تدعم حفتر، قالت لأنه رجل قوي ويستطيع أن يضبط ليبيا ويمنع هجرة الليبيين عبر البحر الأبيض المتوسط والأفارقة. نعم. هذا الموضوع نفسه الآن تفكر به فرنسا وتفكر به أوروبا التي تدعم فرنسا باتجاه العراق، فيما لو انسحب الأمريكان ووعيد السيناريو الأفغاني في العراق بالطريقة التي شاهدها العالم ستزداد موجات الهجرة ويعود العراق إلى تبول المركز الأول في المهاجرين، عدد المهاجرين العراق منذ عام 2003 لحد الآن أكثر من 10 ملايين مهاجر دخلوا إلى دول كثيرة بالعالم وإلى أوروبا، ويعني صدمة عام 2015 و2016 الأوروبية من المهاجرين ما زالت حاضرة، لذلك يريدون يمنعون هذه الهجرة، لذلك يدعمون الآن مصطفى الكاظمي بهذه الطريقة. هم يعرفون ضعف مصطفى الكاظمي، ضعف كل لا دولة في العراق، لكن يدعمونه على الأقل يضبط الوضعية هو وميليشياته. وهذا كله يجري يعني عندما تتحدث عن قوات فرنسية هل تحل مكان قوات أمريكية وتستطيع أن تضبط العراق، هم يعرفون هذه الحقيقة، لا يعرفون أنه غير قادرين، لكن هم في نفس الوقت لديهم اتفاقات مع إيران. هذا الموضوع بالاتفاق مع إيران، فرنسا لا يمكن أن تتحرك بالعراق ولا في لبنان إلا بالاتفاق الإيراني. نعم. إلا بالضوء الأخضر الإيراني. لذلك القول بأن فرنسا خسرت معركتها في لبنان لصالح إيران أعتقد غير حقيقي، غير صحيح. فرنسا وإيران يعني فرنسا انتصرت لإيران في لبنان وإيران دعمتها، وفرنسا لها مصالح في الشواطئ اللبنانية، البحث عن غاز ومقابلها قبرص والشواطئ القبرصية، هذه نعم. قضية كبيرة. نعم. جزء من عدها، وهذه صفقة واحدة، لبنان العراق وكلها موجهة في باتجاه تركيا وباتجاه الحصول على موطئ قدم. فالاتفاق إيراني فرنسي، وفرنسا لديها علاقات وثيقة مع، وأقصد هنا المخابرات الفرنسية، لديها علاقات وثيقة مع النظام القائم في إيران منذ عام 1979. نعم، تاريخية. يعني منذ مجيء خميني هم لديهم يعني صناعة، وكثير من الكتب وكثير من الآراء وكثير من الدراسات تحدثت أنه نظام خميني كله كان صناعة من المخابرات الفرنسية. المخابرات الفرنسية هي من رعت هذا النظام بهذا الشكل، فلديهم علاقات قوية. فرنسا للمعلومات ظلت مؤيدة للاتفاق النووي مع إيران لحد هذه اللحظة، وظلت تدعمه وتحشد أوروبا لكي تقف مع إيران ضد العقوبات الأمريكية في زمن ترامب. فهذه الحقيقة. والآن تدفع باتجاه الطاقة الذرية واتجاه أوروبا واتجاه العالم للعودة إلى الاتفاق النووي، وفرنسا أيضا لديها موقف من حصول إيران على المفاعلات النووية، على القدرات النووية، وهي تساعد على هذا الموضوع ولديها اتفاقات خاصة وكبيرة. فبالتالي هناك اتفاقات إيرانية كبيرة مع فرنسا، لذلك فرنسا تستطيع بتوتال أن تتحرك في
في لبنان وتتحرك في العراق وتتحرك في هذه المنطقة برعاية وموافقة إيرانية وبحماية ميليشياوية لا يهمها أي شيء. فلذلك هذه القضية لا تحتاج هي إلى، نعم هي أرسلت قائدة الجيوش الفرنسية وزيرة الدفاع وأرسلت رئيس الوزراء وجاء ماكرون وهذا الحديث كله ويتحدثون عن جيوش ومقاتلات في قبرص واستعراضات عسكرية مشتركة مع البحرية اليونانية، هذا كله لتخويف المنطقة لصناعة بعبع جديد هو الفرنسي وإخافة تركيا في هذا الموضوع، ولديها يعني مثل ما قلنا يعني مواقف مع تركيا، والعراق يعني عتبة قريبة على حدود تركيا يجب أن بالمساعدة الإيرانية بالموافقة الإيرانية بالاتفاق مع إيران، فرنسا تساعد إيران في تمرير الاتفاق النووي في الانفتاح، في انفتاح إيران على العالم وانفتاح العالم على إيران، بعودة إيران كذراع متحركة في المنطقة بدون إعاقة مقابل أن تحمي مصالحها مقابل أن تساعدها على الضغط واستحصال مصالحها وأطماعها في هذه المنطقة. أستاذ توفيق شيشي، على الرغم من إجماع ضيفينا العراقيين دكتور رافع ودكتور ثامر على أنه الوجود الفرنسي في العراق الحقيقة بضوء اتفاق بتنسيق إيراني، لكن الحقيقة هناك أيضا من لا يوافق على هاتين المقاربتين ويقول أن إيران العراق بالنسبة لها الرئة الاقتصادية الجوهرية وشبه الوحيدة، العراق إيران الآن تستحوذ على العراق بالكامل، تصور حجم التبادل التجاري المعلن رسميا 13 مليار دولار وهو الحقيقة تبادل باتجاه واحد، فقط بضائع تأتي من إيران منتهية الصلاحية سيئة رديئة، العراق ليس عنده شيء يصدره إلى إيران، ولذلك إيران تنظر بريبة لهذا الوجود الفرنسي الاقتصادي والاستثمار الكبير. تعتقد فعلا إيران لن تسمح بهذا الحضور الفرنسي الاقتصادي في العراق؟ صحيح، أولا العراق تحاول التخلص من القبضة الإيرانية في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي، لا ننسى بأن هناك تأثير كبير على تشكيل الحكومة يعني حكومة طائفية حكومة مذهبية، كل هذه المشاكل تعرفها فرنسا جيدا. السيد جون إيف لي دريون وزير الخارجية لديه معلومات، لديه المعلومة الأمنية فيما يخص العراق، لديه المعلومة الأمنية فيما يخص حكومة طهران، من منا لا يعرف الملف الإيراني، باريس وخاصة محور برلين وكذلك إدارة بروكسل يعياني جيدا بأن إنقاذ الملف النووي من شأنه أن يسهل الاستثمار، لكن بعدما يأس وبانت فرصة جديدة في العراق للاستثمار، فبالتالي كما تفضلت سيدي الكريم اندفعت فرنسا إلى محاولة الظفر بهذه العقود وهذه المزايا الاقتصادية، ولكن هناك عقبة، هل تخلصت أم سوت الملف تحت الطاولة مع إيران؟ لا ننسى بأن إيران يزعج هذا التواجد، نعم. طبعا يزعجها لأنها كانت أول ما توطاي كانت تستثمر في الجمهورية الإسلامية، نعم كانت تستثمر، ولكن العقوبات وتهديد ترامب عندما قال كلمته الشهيرة يا إما البيزنس مع إيران أو تختاروا الولايات المتحدة أو البيزنس معنا، وبالتالي حاولت عبر فرنسا عبر قنوات اقتصادية التعامل، لكن للأسف إيران رفضت هذه التعاملات وقالت نحن نريد تسويق بترولنا. إذن التواجد الفرنسي في المنطقة في العراق وهذه الاستثمارات الكبيرة يقلقها جيدا، ولكن لا ننسى بأن السيد إيمانويل ماكرون لديه نوع من الأريحية، ولا ننسى بأن إيران لديها علاقات كبيرة منذ عهد الخميني عندما ذهب على متن الخطوط الجوية الفرنسية في عهد الشاه والبقية معروفة، وكذلك التقارب بين جاك شيراك وفرانسوا هولاند مرورا بالسيد ساركوزي وصولا إلى السيد إيمانويل ماكرون، هناك علاقات لا بأس بها مع إيران، ولكن الآن جاء دور الموازنة،
الآن فرنسا تطرح الملف، لدي ملف عراقي ولدي ملف إيراني، أين هو المصلحة؟ سيدي الفاضل، فرنسا ليست جمعية خيرية، هي الآن بصدد الموازنة، أيهما أحسن، التضحية بمصالحي مع إيران أم الاستثمار مع العراق؟ يبدو أنها حسمت الأمر وأظهرت واندفعت كما قلت بالتالي نحو الاستثمار في العراق. لماذا؟ لأن الاستثمار في إيران أصبح لا يعني لن يأتي لا يأتي شيء، متمسكة بالملف الإيراني بدون عقوبة برفع العقوبات معقد يعني، وبالتالي تخلت نوعا ما عن الاستثمار في العراق عفوا في إيران، وقالت بأن مصلحة فرنسا الاقتصادية تكمن في الاستثمار في العراق، ولا يهمها لا يهمها شكل الحكومة سواء كانت ائتلافية أو حكومة طوائف. نعم. المهم أن وزير السيد الكاظمي بارك ووافق على هذه الصفقة، وستكون هناك صفقات كبرى. فقط لدي نفتح قوس فيما يخص سد التواجد العسكري الأمريكي من طرف فرنسا، أعتقد أنه مستبعد. لماذا؟ لأن حتى أوروبا تحتاج إلى الحماية الأمريكية، الحماية الأمريكية من خلال جيش أوروبي الذي لم يرى النور، إذن فأراها عاجزة كي تقوم بنفس أو الدور في العراق، وبالتالي فهنا أمر مستبعد كي تعوض القوات الأمريكية في حالة. خليني أسألك، أشكرك قبل أن تغادرنا، لو أن فرنسا أو هل تستطيع فرنسا أن تقدم وعود كبيرة لإيران نظير السماح لها في هذه الاندفاع أو الحراك الاقتصادي والاستثماري، أن تقدم تعد إيران بشيء ما فيما يتعلق بالاتفاق النووي أو بتخفيف العقوبات الأوروبية عنها، هل تستطيع إذا ما رفض الأمريكيون ذلك؟ في الحقيقة الملف يعني بيد الولايات المتحدة، إذا نعم. إذا خف يعني ألغوا العقوبات الأمريكية على إيران، طبعا الاستثمار سوف يكون يعني له حديث آخر. نعم. يعني ممكن أن نستثمر في العراق، ويمكن أن نستثمر في طهران. لا ننسى بأن هناك شركة بوجو وشركات كبيرة فرنسية في صناعة السيارات، كذلك استثمارات ضخمة للأسف لم تم سحبها، استثمارات في مجال الطائرات الأيرباص وكذلك، ونفس الشيء تم سحبها بسبب العقوبات. نعم. في مستوى شركة توتال متواجدة بشكل رهيب في طهران، ولكن بسبب العقوبات. إذن إجابة على سؤالك أقول لك بأنه متوقف على مدى رفع العقوبات. إذا كان هناك رفع عقوبات ففرنسا كما قلت لك في السابق بأنهم حيثما وجد النفط ووجد الغاز فثم مصلحة فرنسا، لا يهمها أي شكل من أنواع سواء حتى مبدأ حرية الإنسان وحقوق الإنسان وما شابه ذلك، فلا يهمها في إيران. نعم. أشكرك دكتور ثامر. هل إيران تتوقع شيء بخلاف نفس السؤال بخلاف التوجه الأمريكي أو الرغبة الأمريكية من فرنسا ممكن أن تساعدها في برنامج النووي وفي تخفيف العقوبات عنها إذا ما أكرمتها بعقود اقتصادية واستثمارية من مقدرات العراق؟ بس باختصار شوي لأن الوقت جدا ضيق بيصير عندنا. نعم تمام أكيد. نعم. إيران لم تسمح لتدخل فرنسا في العراق والنفوذ الفرنسي في العراق إلا لأنها تطلب بمقابل ذلك أشياء، ومن أهمها كما قلت لك هو لبنان وسوريا وأيضا الملف النووي الإيراني. هذه كلها إيران تلعب عليها من أجل النفوذ الإيراني والتغلغل في العراق. أريد فقط أن أعرج على كلام الدكتور رافع، أنا أقول أن فرنسا نعم هي انهزمت أمام إيران في لبنان، ممكن هو أن يكون بينهم هناك اتفاقات، ولكن دائما لابد أن نتكلم عن دولتين يتصارعان على نفوذ في بلد، لابد أن يكون هناك غلب لأحدهما على الآخر. وماكرون عجز عن أن يجي مدار سنة كاملة أن يشكل حكومة في لبنان مع أنه وعد كثيرا. ضيفك الكريم أيضا ذكر نقطة مهمة جدا، وهو أن فرنسا تعلم، أكيد فرنسا تعلم، ولذلك بكل ما يجري في العراق أو الواقع في العراق
زيارة ماكرون العراق قبل الزيارة صرح بأن هناك تحديات كثيرة تتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعاده سواء في الداخل أو الخارج، فهو يعلم بأن العراق منزوع السيادة ويعترف بذلك، ويعلم أنه بمجرد تراجع أمريكا سيكون العراق مفتوح على مصراعيه للتدخلات الدولية بشكل أكبر مما هو عليه الآن. ففرنسا تريد أن تملأ هذا الدور سياسيا اقتصاديا، وذلك انتهزت فرصة في هذا التوقيت حتى تكون لاعبا في العراق وضامنا حصة من الفوضى التي خلفها الاحتلال الأمريكي والإيراني. ولكن فرنسا إلى الآن لا تمتلك النفوذ اللازم لتحقيق ذلك، ولذلك هي تحاول السعي من أجل تقديم نفسها على أنها داعم وحليف استراتيجي للحكومة الحالية والعملية السياسية، ولذلك هي تستميل إيران من أجل فسح النفوذ في العراق. أما فيما ذكره السيد توفيق فأنا أقول لن تستطيع فرنسا أن تملأ مكان أمريكا، لأننا نعلم أن أمريكا دولة عظمى وهناك اتصالات وممكن أمريكا أن تمنع النفوذ أو التدخل في الشأن العراقي، ولكن فرنسا ليس لها هذه القدرة. ولكن هذه فرنسا بوعود إيرانية واتفاق إيراني تحاول أن تدخل العراق من هذا الجانب باستخدام الحكومة الحالية وقوات الأمنية وحتى الميليشيات الإيرانية. أشكرك. على ذكر أنه فرنسا دكتور داعم جديد للعملية السياسية، البروفيسور كريستيان لوغين مختص في الشؤون السياسة الخارجية الفرنسية من معهد العلوم السياسية في باريس قال معلقا على هذا الحضور الفرنسي في العراق إن فرنسا أدركت أو أنها تعتقد أن لا جدوى من محاولة فرض الديمقراطية الغربية في بلد ما كما حدث في العراق عام 2003 عندما حاول المحافظون الجدد في أمريكا فرض نموذجنا الغربي الديمقراطي الليبرالي لترسيخ نظام ديمقراطي بديل عن النظام السابق، ونحن نشاهد انعكاسات الفشل الأمريكي بالعراق حتى يومنا هذا. بمعنى فرنسا تريد دعم نموذج ديمقراطي من الداخل وليس مفروض من الخارج. الآن الفرنسيين هذا الكلام يتناسب مع الواقع؟ لا، كلام غير صحيح، كلام غير منطقي. أساسا هم يعرفون يعني الصيغة اللي موجودة في العراق لا تسمح بالديمقراطية، صيغة أحزاب طائفية لا تتناسب مع الديمقراطية، لا تأتي مع الديمقراطية على سطح واحد. هم يعتبرون نموذج ديمقراطي داخلي كانوا مصنوع من الداخل. هم يهمهم في الحديث أنه الحكومة مشكلة من سنة وشيعة وكراد، فهذه يعتبروها بهذا الشكل، ربما ينظرون إليها هكذا يتحدثون، لكن واقع الحال هم يعرفون أن الديمقراطية شكل آخر وبناء تراكمي وبناء نفسي واجتماعي وأخلاقي وعقلي، هذا غير موجود بالعراق ولا يمكن أن يكون في العراق. والديمقراطية اللي موجودة في الغرب لا ليس لها تطبيق في أرض الواقع في مناطقنا بهذا الشكل اللي هم يطالبون به، وهي الديمقراطية حتى في أمريكا وفي أوروبا، من يقول أن الديمقراطية هناك هي ديمقراطية خالصة ونزيهة؟ هذه كذبة كبيرة الحقيقة. لكن واقع الحال يشير إلى التالي، أنه فرنسا الآن تلعب على كل الحبال. فرنسا تعتقد أنه فرصة لها الآن موجودة في الشرق الأوسط يجب استثمارها ومصالحها تدفعها بهذا الاتجاه، وإيران اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة التي تلعب بها فرنسا الآن تعتقد ولابد أن تعتقد وتسعى إلى أن يكون لديها يعني مساند في صراعها الدولي، في علاقاتها الدولية، في تمشية ملفاتها الدولية ومنها الملف النووي. تحتاج داعم دولي، وفرنسا داعم موثوق به. هم يعني الحكومة الإيرانية تقول إن الحكومة الفرنسية أو فرنسا طرف موثوق به من زمان، فلا بد من استثمار فرنسا في أي طريقة أو إمكانية لدعم خطواتها عالميا. الآن تدرك إيران إن هناك ضغوطات كبيرة عليها في الساحة الدولية، الساحة ودكتور أيضا الحقيقة هذا الثمن الذي تقدمه إيران لفرنسا مقابل دعمها في الملفات غير مخرج من جيبها. نعم، هذا مخرج من جيب العراق. نعم، سأقول لك يعني خذ مؤتمر بغداد الذي عقد أخيرا، لماذا فرنسا من دون كل العالم قد جاءت وترأست هذا المؤتمر؟ نعم. والمؤتمر معقود ليس لمصلحة العراق، يعني العراق معقود في بغداد وليس لبغداد والعراق أي وجود فيه سوى المكان، سوى فندق، سوى قاعة لحضور هذا المؤتمر. المؤتمر معقود لتقريب
إيران من دول الخليج، من دول كثيرة في المنطقة، وتقريب هذه الدول من إيران، وخلق تصالحات مع إيران. إذن هو جزء من صفقات مع إيران للترويج لإيران، هذا جزء من اتفاقية إيرانية فرنسية. لذلك أنا أقول أن فرنسا لم تخسر مرة أخرى في لبنان، ولم تخسر في أشكرك دكتور. هذه القضية الرئاسة الفرنسية هي مملوكة، الرئاسة اللبنانية مملوكة فرنسية ومملوكة لحزب الله. نعم. فالتعامل معها فرنسي وحزب الله هذه طبيعة كلش طبيعية كانت، ولذلك تركتها بهذا الشكل. وفرنسا لا يمكن أن تتحرك في الشواطئ اللبنانية إلا بموافقة إيرانية، فأن تترك الحكومة تشكل إيرانية أن تشكل إيران. ولذلك هي تعرف من البداية. ولذلك ماكرون انزعج كثيرا من الصحفي الذي كشف لقاءاته السرية مع حزب الله. شكرا. فهذه هي الحقيقة. لذلك نعم. يعني لم تخسر هي، هذه اللعبة موجودة. نعم شكرا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان هنا معنا في الاستوديو، وأشكر دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية، كما أشكر ضيفنا من باريس الصحفي الجزائري المتخصص بالشؤون الأوروبية الأستاذ توفيق شيشي، على أمل إن شاء الله أن تتجدد اللقاءات في قادم الأيام، سعدنا به كثيرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.